سبور الموسيقى الأخبار والزفن سمعك التصوير. حديث اليوم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم إذن إلى حديث اليوم، ونبدو في حوارنا المباشر مع الأستاذ زياد الهاني حول الدعوة المقدمة بالأمس في تجاوز السلطة ضد رئيس الجمهورية. سي زياد، أهلا وسهلا، مرحبا بك. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مرحبا بك زياد. إذن شكرا على قبول الدعوة. الأكيد باش نتحدث على الدعوة الجديدة. بالأمس فقط 10 أوت 2016 إذن أودعت هذه الدعوة. نحب نعرف إذن ما هي المؤيدات التي اعتمدها الأستاذ الهاني على لتقديم الدعوة هذه. أول ساعة نحب نشكركم على الاختيار الفني الراقي والرائع اللي قدمتوه لمستمعي وزير سفان أحمد قعبور وهو يشدو بأناديكم. نعم. ونحب نلاحظ أنه الدعوة اللي أنا قمت بها بكل بساطة تندرج في نفس التمشي ونفس السياق. أناديكم، أشد على أيديكم وأبوس الأرض تحت ترابكم وأقول أفديكم. أنا ما هنت في وطني ولا صعرت أكتافي، وقفت بوجه ظلام يتيما عاريا حافي، وبست العشب الأخضر فوق قبور أسلافي. الدعوة هذه دعوة مواطن تجاه في سلطة هي عندها في كل شيء، وهو المواطن زي ما عنده كان الإيمان متاعه في بالوطن متاعه، وحبش يقول للسلطة هذه البلاد هذه راهي في بلادنا، وراه ثم دستور وثم قانون بلادنا، وراه ما عندكمش حق باش تخرقوا هذا الدستور في امتيازه وباش تعفسوه، لانكم كيف تعفسوا الدستور راكم حفظتونا نحن في كمواطنين. حتى الامضاء في الاخر المواطن زياد الهاني. اذا هي دعوه وعريضه في مواطنيه. المشكله شنيه هي؟ المشكله هو انه رئيس الجمهوريه قام بعد ما البرلمان معناها ما منحش لتجديد الثقه الحكومه تحبيب الصيد، قام باصدار امر بتكليف سي يوسف الشاهد بتكوين الحكومة الجديدة. الأمر هذا في تقديري لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها في الدستور. يعني نحن نحكي طوى على خلاف حول موقف قانوني، موقف دستوري، والدستور موجود، وأي واحد من السادة المواطنين اللي قاعدين يسمعوا فينا في طوى ينجم يحل الدستور ويقرأ الفصل 89. أشكو الفصل 89؟ الفصل 89 يقول أنه رئيس الدولة في ظرف 10 أيام في الحالة كما الحالة اللي احنا عايشينها في المطوة عنده 10 أيام في ديه ليش يجري مشاورات. المشاورات هذه مع شكون؟ الفصل 89 واضح يقول الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية. وقت اللي تتحل الحكومة الشرعية عند شكون تبقى؟ الشرعية تبقى عند من يجسد سيادة الشعب اللي هو البرلمان. وبالتالي الحوارات تكون مع ممثلي الشعب في البرلمان. شكون هم؟ اللي هم الأحزاب الممثلة في البرلمان. أنت عندك 204 أحزاب ولا 205 طبعا ماكش تعايد 205، وإنما باش تعايد فقط الأحزاب اللي عندها تمثيلية في البرلمان، لأن النواب متاعها يمثلوا المواطنين. اثنين، باش تعايد للكتل والائتلافات البرلمانية. ايش سيدي نشوفوه؟ الكتل شكون عندك انت؟ الكتل عندك الكتله نتاع النهضه، عندك الكتله نتاع نيدا تونس، عندك الكتله نتاع الافاق، عندك الكتله نتاع الاتحاد الوطني الحر، عندك كتله الجبهه الشعبيه، وعندك الكتله الاجتماعيه والديمقراطيه اللي فيها النائب عدنان الحاجي، وفيها النائب فيصل السبيني، وفيها النائب احمد الخصوصي، ومجموعه والنائبه ريم الثايري، والنائب محمد الحامدي، ومجموعه من النواب المحترمين الاخرين. رئيس الجمهوريه ايش كان الواجب نتاعو يقتضي عليه؟ انه يجري مشاورات. انا باش نحكي هنا نفرق ما بين المشاورات، ما بين المشاورات السياسيه والمشاورات الدستوريه. انا باش نتحدث عن المشاورات الدستوريه اللي هي موجوده في فصل 89. مع شكون تجري المشاورات الدستوريه؟ المشاورات الدستوريه لا ما تجريش مع اتحاد الشغل، ما تجريش مع اتحاد صناعه التجاره، ما تجريش مع اتحاد الفلاحين، ما تجريش مع حزب المسار، وانما تجري مع الاحزاب والكتل البرلمانيه. اللي صار هو أنه رئيس الجمهورية ثم كتل برلمانية لم يقم بدعوتها، وأساسا لا أتحدث عن الكتل الاجتماعية والديمقراطية اللي فيها النائب عدنان الحاجي والنائب فيصل التبيني وأحمد الخصخوصي. ما نجمش يمثلهم الحزب الجمهوري؟ الحزب الجمهوري هو هانو حاضر، حضر عصام الشابي، لأن الحزب الجمهوري ممثل بالنائب إياد الدهماني.
فهمت؟ دونك الحزب الجمهوري في امتحان. حزب المسار ما كانش تم موجب الحضور نتاعو. صحيح حزب المسار عنده تأثير لأنه يمثل نخبة فني معينة، نخبة محترمة في البلاد، ونخبة عندها رأي، وضروري كل سياسي يحب ينجح وكل مسؤول يحب ينجح أنه باش يسمع رأي هالنخبة هذه. الاتحاد العام التونسي في دير الشغل هو الثقل الأساس اليوم في البلاد. أي مسؤول وأي سياسي يحب معناها ينجح ضروري أنه باش يشاور الاتحاد العام التونسي للشغل ويكون على اتفاق فني معاه، باش يضمن على الأقل أنه الاتحاد يكون إلى جانبه ويدعمه، لأنه راه من غير دعم الاتحاد مش متعبر حتى شايفني في البلاد. نفس الشيء بالنسبة لاتحاد الفلاحين ومنظمات الأخرى، الاتحاد أصحاب الصناعة والتجارة، لكن هذوكم تعيط لهم وحدهم في إطار مشاورات سياسية، لكن عندما يتعلق الأمر بالمشاورات الدستورية اللي هي حدد الأطراف نتاعها 89، أنت مطالب تدعو فقط الأحزاب البرلمانية والكتل البرلمانية. هذا ما تمش، هذا ما تمش. إذن بالنسبة لي أريد هذا يتم في إخلال، ونعتبر أن الإخلال هذا يجعل أن الأمر اللي أصدر الرئاسي أصدر الجمهورية في تعيين سيوس الشاهد لتكوين الحكومة الجديدة هو مخلول من أساسه، وهذاك علاش تعمد فيه أمام المحكمة الإدارية. يقول قايل المحكمة والحكومة الوحدة الوطنية كيفاش، شنو مفهومها إذن إذا كان باش نرجعوا معناها الكتل البرلمانية باش يكون حكومة الوحدة الوطنية؟ هذه كذبة كبرى. هذه كذبة كبرى وعملية تزييف شاملة وضحك على الذقون. ربما سي الباجي يتصور انه نجم يعديها على التوانسه كما عداها كل عام على امنين، لو كان تتذكر وقت اللي كانوا عاملين في الاعتصام تاعهم في القصبه، خرج لهم شنو 4 قروض وما 4 قروض، ضحكت العباد وهزوا فرق رواحهم ويمشوا. لا يا سيدي رئيس الجمهوريه، راك مش تضحك على التوانسه. حكومه الوحده الوطنيه هذه كذبه كبرى. علاش؟ مش لي هي كفكره، ضرورتها كفكره، بالعكس اليوم تونس اكثر من اي وقت مضى تحتاج الى حكومه وحده وطنيه. بل نمشي معك أكثر، مش حكومة وحدة وطنية، تحتاج إلى نظام حكم وطني شامل يلم التوانسة فهمتني كلهم، لأن الوضع متاع البلاد خطير وفني وخطير في برشا. معناها اللي باش نبتعدوا شيئا فشيئا وأكثر فأكثر عن التجاذب السياسي، وتكون مصلحة البلاد هي الفيصل. بالتأكيد. لكن شنو اللي صار؟ في الأخر إيش تبع شكون الناس اللي بقاوا حول المبادرة هذه متاع رئيس الجمهورية؟ اللي بقاوا يمثلوا ككتلة نيابية أقل من الكتلة اللي كانت داعمة لحكومة الحبيب الصيد. علاش؟ لأنه كتلة الحبيب الصيد كانت مدعومة من شكون؟ من الاتحاد الوطني الحر ومن أفاق ومن النهضة ومدعومة من نداء تونسي موحد. واحد نعم. لكن اليوم وقت اللي نزلوا استقسموا وخرجت عليه كتلة الحرة، إذن الكتلة اللي موجودة طوى هي أضعف من الكتلة اللي كانت داعمة لحبيب الصيد، وبالتالي الدعم اللي عند الحكومة هذه، وهذا تشوفوه هذا في التصويت على الثقة اللي فيها، هو أقل من الدعم اللي كان عند حكومة الحبيب الصيد. فكيفاش نحن نحن حكومة الحبيب الصيد بدعوة إقامة حكومة وحدة وطنية؟ يعني باش نزيدوا نلم دولها دعم أكبر في انتباسه، والدعم اللي باش يكون الحكومة هذه أقل من الحكومة اللي نحن في نحيناها. هذا واحد. اثنين، راهو ما تنجمش تم حكومة وحدة وطنية من دون الجبهة الشعبية. نحب ولا نكره. السؤال هنا، هل أعطيت الفرصة؟ هل كانت تم صدق في النوايا باش بالفعل تعمل الحكومة تلم الناس كل بما فيهم الجبهة الشعبية؟ أنا في تقديري هذا ما تمش. تسألني أنت علاش؟ نقول لك لسبب بسيط ياسر. لو كان جاء تم النية صادقة والنية خالصة، راهو الاستقالة تاع حكومة الحبيب الصيد كان هي تكون آخر شيء بعد ما يتم الاتفاق على كل شيء. الاتفاق على برنامج العمل بتاع الحكومة، الاتفاق على التفاصيل بتاع تنفيذ البرنامج. هي خاي انت تجي تقول لي على مكافحه، تجي تقول لي مثلا على مكافحه التهريب، انا ستلتزم بمكافحه التهريب. هي كيفاش باش نكافح التهريب؟ وثم اجراءات ولا من بعد تجي تطبقني في الاجراءات؟ تلقى ثم من كبار رجال الاعمال المتورطين في التهريب هذا ويستخدموا النفوذ نتاعهم باش ما يتمسوش، نقولوا نتعارفوا وقتها. تجي تحكي لي على على محاربه الفساد. اليوم انت عندك حزب في الائتلاف الرباعي الحاكم هو الفساد بعينه، هو المال المشبوه بعينه. ايش باش نعمل له؟ كيفاش تحبني انا نحارب في الفساد والفاسدين وقت انت هاو طالب بوزاره مكافحه الفساد، ويطالب بوزاره مكافحه الفساد يعني من يعني من ما من والنواب نتاعو شاريهم بالفلوس اللي هم يمثلوا معها الكتله نتاعو. يعني نضحكوا على شكون؟ على شكون قاعدين نضحكوا؟ اذا ما كان تسمى اراده سنتي من الاول باش تكون تسمى حكومه وحده وطنيه، كان تسمى مطلوب حويجه بركه، تسمى طبخه، كان تسمى شخص حاضر وجاهز مسبقا هو يسير الشهاد، جابوا فوني باش يعدوا لا اكثر ولا اقل. باش تسألني تقول لي انت ومنين ليك اللي هو فهمتني كان جاهز مسبقا؟ انا اقول لك مانيش باش نحكي لك على ما تواتر من اخبار من ما
مما وقع في رمضان فارط المعظم في الاتجاه هذا. ليش؟ لأن هناك في كلام تنجم تقول ما لا 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 بينته ولا دليل مادي فهمتني عليه، دونك ما نعتمدوش. انا نقول لك في الوثائق الرسميه ثم برقيه صدرت على وكاله تونس الافريقيه للانباء نهار 1 أوت 2016 على الاجتماع الاولاني اللي وقع في قطر قرطاج ما بين الاطراف الداعمه للمبادره الرئاسيه، خاطر ما وقعوا 15 اجتماعات. وقع اجتماع نهار 2/1 أوت، وقع اجتماع نتاع تثبيت يوسف الشاهد نهار 4/3 أوت بعد بنهارين في برك. صحيح. اش تقول البرقيه هذه نتاع وكاله تونس الافريقيه للانباء نقلا عن مسؤول في رئاسة الجمهورية، تقول أنه في هذا الاجتماع راه رئيس الجمهورية اقترح يوسف الشاهد وسيتم تكليفه رسميا يوم الأربعاء 3 أوت بعد نهارين. أرجعوا أقروا، وأنا هبطت جريدة الصحافة وهبطت عديد المواقع. والوقائع أكدت هذا أستاذ، الوقائع أكدت هذا، حتى الاجتماع معنا الاجتماع الثاني كان السيريموني جاهزة للتسمية. أنت رئيس الجمهورية لو كان كنت تبحث على توافق، التوافق عندك 10 أيام في ديك. هذا يا سيدي يوسف الشاهد من 9 أحزاب في الحاضرة، ثم 5 معاه و4 ضد، يعني تقريبا النص متقاربين. هي نشوفوا خويا عندنا 10 أيام في دينا، تمشي شخصية أخرى تنجم تعود 5-4 نقولوا نحن تجيب لنا 3-6 ولا تجيب لنا 2-7 ولا تجيب لنا 8-1 ولا ربما تجيب لنا حتى في 9 في حزاب نقول نتفق عليه. نعتذر واحنا فرصة، هاو عندنا 10 أيام في دينا. إذا كان وصلنا لليوم العاشر وما لقيناش التوافق هذايا، وقت اخويا كيف نقولوا عنا يوسف الشاهد باش نعدوه ب5 مقابل 4، راه ما عندناش خيار اخر نفهموك. اما انت لم تستنفذ الامكانيات نتاع التشاور، لانه كان ثم قرار مسبق باش يقع تعيين يوسف الشاهد في هالمنصب هذايا. ونقول لك اكثر من هذا يا زميلي العزيز، ما حصل كان فيه كذلك نوع من التحايل والالتفاف على هاك الاتفاق العظيم هذاك اللي عملوه اتفاق قرطاج. وكري لو كانت تذكر عملوا له حفله كبيره نتاع توقيع، ورئيس الجمهوريه قاعد على بيرو كي ويجيب فيهم كل واحد يجي يوقع باسم الحزب نتاعه وعديه. اش يقول الاتفاق نتاع قرطاج هذاك؟ الاتفاق نتاع قرطاج ارجعوا له في اخر نقطه ليه، في اخر سطر، يعني ماكش باش تتعب انت باش تقعد تلوج وين موجوده الحكايه دي. اخر سطر علاش يتحدث؟ يتحدث عن حكومه تحظى بالدعم الكامل، وكلمة كامل نحط تحت 5 سطور. حكومة تحظى بالدعم الكامل للأطراف المساندة لمبادرة رئيس الجمهورية الكامل. أنت خويا عامل فني حكومة 5-4، أو أنت عامل اختيار في 5-4، هذا في دعم كامل، هاك ما عندكش الفرصة باش تقعد توصل للدعم الكامل. إذا من لون العملية اللي كانت في مقصودة، ثم تقاسم نتاع سلطة، ثم إعادة تشكيل في نتاع سلطة، وهذا يتفاقين به التوانسة كل، ثم احزاب القطر واحها فيها القسمه الجديده في هذه باش تدعم النفوذ نتاعها. وبين قوسين هنا راهو كيف نقول لك هذا راهو من حقها، راهو هو كل حزب علاش يخدم، هو الحزب علاش يشارك في الانتخابات، وكي ما يشارك في الانتخابات باش يكون عنده ثقل سياسي وباش يكون عنده ثقل في الحكومه. اذا من الطبيعي باش يكون الحزب يدافع على مصالحه وعلى وجود في قوي مؤثر في الحكومه. اليوم حركه النهضه بعد الانتخابات نتاع اكتوبر 2014 اللي اعطات معناها سبق بيت نداء في تونس، ما كانش بالامكان اني باش تعمل تحالف مباشر وقت حكومه تحالف مع نداء تونس، لانه ما كانش سياسيا ممكن. لانه نحب نذكر نداء تونس وقت اقام الاستراتيجيه نتاعو على نقيض الاستراتيجيه نتاع النهضه، وجاء خاطب التوانسه هاني باش نمنعكم من النهضه وانا البديل لها، ما نجمش يصبح لي المغوض بني عامل معاها في حكومه. فهانو بداوا خلال اسبوع صغير اعطاهم الوزاره تاع زياد العذاري، اعطى وزاره التشغيل، هانو ممثله في بوزير في بركه. اليوم هاي تطورت الامور باش يولوا عندهم على الاقل 3 وزراء في الحكومه الجديده باش تدعم المكاسب نتاعها، والامور قادره فيه باش تدعم اكثر في المستقبل. ليش؟ امام التشتت نتاع الطيف الحزبي المقابل، وربما حتى تعطوا فيه وحدها. وباقي نقول الكلام هذا راهو من حقها طالما انه العمل هذا يتم في اطار احترام القانون والدستور نتاع البلاد، وطالما انه جاي عن طريق صندوق الاقتراع. لكن انا مشكلتي مع الناس اللي تحاول تزيف الوعي نتاع العباد، اللي تحاول توهمهم باشياء، تحاول تبيع لهم اشياء وهي المطامع نتاعها هو فقط كريسي في قرطاج، وانه العائله يعطوهم مواقع نتاع نفوذ. نعم. اليوم العائله اللي قاعده تحكم، اليوم مرض، اليوم ولد الرئيس هو اللي حاطينه ومرشحينه، وقاعد الضغط من كله انه باش معناها يمكنوه باش يكون هو رقم واحد في نادي تونس باش في الانتخابات الرئاسيه الجايه هو اللي يرزبوه في قرطاج. اليوم مرض تحافظ مرض ولد الرئيس هي اللي شاده الماكينه في نادي تونس، وهي اللي تحكم غادي، وين يتقرر شكون يدخل وشكون ما يدخلش في المقر، وشنو يتعمل وشكون ما يتعملش،
وشكون اللي يبقى وشكون اللي ما يبقاش. نعم. اليوم ولد خالتها تسليم العزابي اللي هو ولد خالت زوج الرئيس هم حاطينه مدير الديوان الرئاسي اللي غادي هو العصب الرئيسي نتاع كل المعلومات المتعلقه في البلاد تصب غادي والتقارير الامنيه والتقارير الاستخباراتيه والتقارير الاقتصاديه والتقارير اللي تحب انت هي معناها الملايا اللي تشوف فيها بها في البلاد الكل. اليوم العيله حط ايديها فهمتي على البلاد. اليوم النهضه من مصلحتها انه باش يكون عندها فهمتي خصم مش هكا الخصم القوي اللي نافسها بشراسه في انتخابات اكتوبر 2014 وتمكن انه باش يسبقها وانما مضى بهم على سليقه واللي هم فني قادرين انه معناها ما عندهم حتى قيمه وحتى وزن باش ينجموا هم يتصرفوا براحتهم ولو من وراء الستار. والبلاد والمواطن التونسي ليهم ربي ليهم ربي كل زياد. شكرا لك. كنا نحكوا على العطش في الوسط وفي الجنوب. نعم. اليوم البلاد رايحه عطشانه في الشمال الغربي رايحه عطشانه في باجه وفي جندوبه. إذن موضوعنا الثاني لمسة وفاة لروح أكاديمي ومؤرخ ومترجم غادرنا بالأمس. نتحدث على الأستاذ الدكتور محمد طاهر المنصوري. معنا الخط الأستاذ فوزي محفوظ مدير المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر. سي فوزي أهلا وسهلا مرحبا بك والبركة فيكم. أهلا فيك. أهلا بك. أهلا بك. الله يوريك خيار. شكرا. إذن في لمسة وفاة في بعض الكلمات كيف تقدم الأستاذ الدكتور المترجم والمؤرخ محمد طاهر المنصوري. محمد طاهر المنصوري هو أولا وقبل كل شيء ابن الشعب. نعم. تعرف اللي هو مولود في الروحية من عائلة متواضعة وارتقى بالمصعد الاجتماعي الذي كان آنذاك هو التعليم. محمد طاهر المنصوري كان دائما أبدا تلميذا نجيبا، كان طالبا متألقا، درس في دار المعلمين العليا بتونس وكان من المتفوقين في التخرج، وأيضا تعاطى التعليم الثانوي، درس في التعليم الثانوي ثم أنجز طروح الدكتوراه هامة جدا حول العلاقات البيزنطية العربية. ومنذ سنة 1987 التحق كأستاذ بالجامعة التونسية وارتقى في كل الرتب بالجامعة التونسية دائما أبدا بتألق من رتبة مساعد إلى رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ محاضر ثم في الأخير أستاذ تعليم عالي، ودرس تقريبا في جل الجامعات التونسية الموجودة في كلية منوبة بطبيعة الحال التي انتمى إليها منذ البداية، في كلية 9 أبريل الذي تخرج منها، في كلية الساقس درس بعض السنوات، في كلية سوسة شارك أيضا في جندوبة حيث نجده تقريبا هو ابن الشعب وأعطى حياته كاملة تقريبا لهذه البلاد. هو أيضا من أكبر المؤرخين التونسيين تجديدا. حاب نقول أنتي هناك بعض المواضيع لم تكن تدرس قبل محمد طاهر المنصوري مثل موضوع العلاقات البيزنطية العربية، مثل العلاقة المسيحية العربية، هذه مواضيع لم تكن إطلاقا تدرس قبل سي محمد طاهر المنصوري. له تكوين ممتاز والله يرحمه، وحقيقة سوف يترك فراغ وفراغ كبير جدا في تونس بطبيعة الحال، ولكنه كان متميز على الصعيد العالمي، كانت له شبكة من العلاقات الدولية التي قلما نجدها بالنسبة لمؤرخ في البلاد التونسية. هو بدون مش خطرومات، ولكن هو من أكبر المؤرخين المعروفين في البلاد التونسية في خارج تونس، هو حقيقة معروف وله صيت ذائع حقيقة في تقريبا كل العالم. إذا ما ذكرت مؤرخ تونسي فعادة ما تذكر محمد طاهر المنصوري الله يرحمه. نعم. ولما دون أن ننسى بالطبع جائزة الشيخ زايد للكتاب في على فرع الترجمة كذلك، ومجموعة من المؤلفات والإصدارات. مؤلفات عديدة، له أكثر من 100 مقال في مجلات علمية متحكمة، شارك يمكن في أكثر من 500 أو 600 مؤتمر عالمي. يمكن ذكر الكتاب الأخير تونس في العصر الوسيط. نعم. هو هو عنده كتابين أو 3 كتب إن شاء الله جاهزة، وربما لن يراها محمد طاهر المنصوري ولكنها سوف تصدر بعده، مثل الموسوعة موسوعة التاريخ البيزنطي إلى آخره. له
معناها عديد الكتب كانت تحب نذكرها لك. وين موجودة تو الآن؟ بالله حابين نعرف مصيرها وين. نعم. هذه هي في المطبعة الآن. عنده زوز كتب في المطبعة على حول الله. هل كل حال هذا ما نعلم أنه أعلن عليها هو قبل وفاته بمدة وجيزة، وهو توفي وهو يعمل محمد طاهر المنصوري. نعم. كان حقيقة من كبار الناس التي تنادي بالعمل، وتعيب علينا نحن في تونس قلة العمل. كان حقيقة معروف بحبه للعمل، كان يسهر الليالي وهو يشتغل. محمد طاهر المنصوري كان يعطي بدون حساب، الله يرحمه. الأستاذ خليل برهومي عن حركة الفصل الثامن، شباب الفصل الثامن. المناسبة هي لقاء مع رئيس الحكومة المعين يوسف الشاهد. سي خليل معنا على الخط، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي راديو والديفا. شكرا لك سي خليل. إذا كان تحطنا في الإطار، إذا كيف كان هذه الزيارة، هذا اللقاء مع رئيس الحكومة المعين، وتحت أي عنوان؟ يعني هل هي استشارة، هل هي ربما حوار، بأي طريقة معناها استضافكم السيد رئيس الحكومة؟ والله حركة الفصل الثامن أساسا هي طبعا حركة شبابية تحت عنوان الفصل الثامن، اللي هو يعنى بقضية الشباب وكل الحقوق ومطالب وأيضا واجبات الشباب تجاه بلادهم ومجتمعهم. الحركة طبعا في ومضة خفيفة هي تضم مجموعة من الرموز الشبابية من مختلف التيارات السياسية والحزبية والفكرية. هذه أهم أسباب قوتها وإشعاعها لعله. نحن كانت عنا سلسلة الحقيقة من لقاءات سابقا، عملنا بعض التحركات، ثم مع تشكيل أو بداية تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين السيد يوسف الشاهد كرئيس حكومة مكلف، تواصلت معنا معناها الدائرة المكلفة بمعناها منادات الأحزاب والمنظمات إلى آخره. مشينا السيد يوسف الشاهد كحركة شبابية، تقريبا هي الحركة الشبابية الوحيدة في تونس يعني الموجودة بهذا الشكل وبالفورميول هذية. قعدنا معاه، حطينا فوق الطاولة الحقيقة بعض المشاغل الشبابية، الهموم الشبابية، تشخيص للواقع الشبابي اليوم في نظرة الدولة، في نظرة المجتمع الحقيقة للأسف الشديد نقولها، اللي مليئة باليأس والإحباط وكل كثير. حبينا نحط هذا فوق الطاولة، ثم مدينا رؤيتنا نحن كحركة الفصل الثامن، اللي هي نجم تكون جسر بين الدولة والشباب والشباب والدولة. يعني أعطينا بعض المقترحات، أعطينا بعض الأفكار، منها مجلس استشاري شبابي يكون موجود على الدولة، بعض المقترحات الأخرى في علاقة بالتشبيب، والأهم التشبيب الحقيقة اللي هو مكانة الشباب في البرنامج الحكومي القادم. لأنه يعني اليوم نحن نحكي على التوافق، التوافق في البعد السياسي. اليوم قلنا لهم لابد أن يكون التوافق على القاعدة الاجتماعية اقتصادية، لأنه البعد هذا هو اللي يمثل الشباب ويمثل الشباب ويمثل الشعب التونسي. طيب سخيل، معناها كان لافتا معناها تعيين سيد يوسف الشاهد، وهذه ربما سابقة تاريخية في الوطن العربي، يعني يكون بنفس هذا العمر معناها يترأس الحكومة. لكن هذا أنتم عبرتوا عليه في بيان معناها واضح جدا وتساندون هذا. نحب نعرف حسب حديثكم مع رئيس الحكومة، هل أنه معناها سيواصل في هذه السياسة في تعيين الوزراء؟ مبدئيا طبعا نحن دعمنا الفكرة، فكرة أنه يكون فما شاب على رأس الحكومة بقطع النظر يوسف أو غيره. معناها عملية التشبيب هذه اليوم فكرة نبيلة وفكرة محترمة. معناها ثم بعد ذلك جاء يوسف الشاهد، ما عندناش نحن طبعا مشكل مع السيد يوسف الشاهد، بل بالعكس نحن رحبنا مبدئيا حتى إيش نشوف المضمون بعد يكبع الحكومة وشكل وباقي الوزراء كما قلت أنت. هو تقريبا مقتنع، وحتى رئيس الجمهورية معناها اللي عين يوسف الشاهد مقتنع حسب ما فهمنا من كلامهم، معناها بمنطقة تشبيب، بمنطقة نكون اليوم فما مرحلة متاع كفاءات شاب، حتى أنهم طلبوا بالأحزاب أنه أغلب السيفيات اللي تقدم تكون متاع شباب ونساء، معناها وفي معناها مستوى عمر معين وفي كفاءة معينة. لأنه الحقيقة اليوم البلاد تجاوزت المرحلة متاع يعني الصراعات الجيولوجية، متاع الصراعات متاع الهوية ومتاع العلمانية. البلاد تستحق أفكار وبرامج، وتستحق خدمة بزيد، تستحق نستخدم أكثر من 8 و 10 و 12 ساعة، تستحق طاقة، تستحق شجاعة، شكون يضرب على الطاولة لمحاربة الفساد أساسا، لمحاربة الإرهاب، أنه يتحدى لوبيات معينة في البلاد اللي قاعدة اليوم تلعب بلادنا وتسجل فيها المخاطر الكبيرة. فبالتالي هذا ما لاحظناه شكلا، هذا ما سمعناه، ولكن طبعا ليس سك على بياض. نحن
ننتظر الفعل. معناها الكلام سهل، ونحن في النهاية كي تسمع كلام تحسن الظن وتقول إن شاء الله، ونحن عبرنا على مستندتنا وعبرنا على دعمنا في صورة ما نمشيه في خيارات واضحة، في خيارات مكافحة للفساد، محاربة للفساد، في خيارات نتاع إصلاح اجتماعي وإصلاح اقتصادي عميق، نحن معاه ونمشي في هذا. غير هذايا هذا طبعا لا يعنينا، وباش نكونوا نحن طبعا اول ناس تنقذ هذه الحكومه وتنقذ معناها رئيس الحكومه والمشرفين على السلطه ككل. ثم اللي يقولوا معناها تروتار، بما انه الشباب هو اللي يصنع الثوره، هو اللي يدفع نحو الثوره، كان من الاجدر انه من الاول كما يقولوا كان فالح راهو من البارح، علاش مش من الاول روح شبابيه هي اللي خذات المشعل؟ والله شوف، هو كما يقول المثل شويه من الحنه وشويه من صاب الليدين. يعني جزء منه انه كشباب وكنا وشاركنا وخذنا في الثوره، معناها كشباب كنا دائما نشوفوا نحن بيدنا في انفسنا نتمثلوا انفسنا كطاقه نتاع هدم، طاقه نتاع ثوره، ولكن كان يصعب علينا البناء ديما. والحقيقه جزء منه عشنا فتره نتاع تصحر سياسي، معناها قليل اللي نشط شويه، وكان في اطر ضيقه وغرف نقابيه مغلقه، فهذا اللي يخلي ما عندناش تجربه اللي باش يكون عندنا نفس طويل. هذا من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه انه الجيل اللي سبقنا، الجيل السياسي اللي سبقنا، معناها طبعا هو بيدو كان متعطش للفعل السياسي، كان محروم، فعاد بقوه وافتك كل شيء. فكان المشهد ديزيكيليبري، كان مختل، المشهد مختل جدا. فبالتالي نحن اليوم والله كنا في لقاء مثلا مع سي محمد الكيلاني، وهذا هو معناها سكوب على السريع تاع شيء يخرج الاعلام. كنا مع سي محمد الكيلاني رئيس حزب الاشتراك اليساري، وكنا نحكوا معه، قلنا له نحن راهو ما عندناش مشكله مع الاجيال السابقه، بل بالعكس نحن نراكم على التجارب ونحترموا الاجيال السابقه، ولكن بدون ان تحتكر حقنا في النشاط السياسي، تحتكر الحق في المشاركه في الحاضر كما المستقبل. معناها انهم هما تحرموا 20 سنه في السياسه، ما يحرموناش نحن اليوم من ان نحن نشاركوا في بلادنا. وهذه رساله قويه للشباب، انه اليوم يشوفوا فما ناس تمثلهم في السلطه، ناس قريبه منهم، ناس تعبر عليهم شكلا ومضمونا، ناس تتكلم بلغتهم، تحس لي والله الدوله هاي على الاقل فيها ناس قريبة للشباب، حاسة بالشباب، نجم تتعامل معها، نجم كي تهبط لها للميدان وتيران تتفاعل معها. فنحن معناها نجم نقول لك على الأقل معناها جات، ولو أنها مخر خير من بلاش، على الأقل نستنوا إن شاء الله الروح نتاع البرنامج إن شاء الله تكون شبابية، وروح الفعل تكون شبابية، هذا نتمنوه أكثر. شكرا لك سي خليل البرهومي عن منظمة شباب الفصل الثامن. هكا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من حديث اليوم، مع تحياتي أنا محمد كشت، إلى اللقاء. سبور، الموسيقى، الأخبار، وزفن سمعك التصوير.